غدانا في منزل ابن أختنا أبو راشد محمد توفيق حسين قاصد سعيد مراد والحجة عنبارة في 2005، وهذا لقاء نسايبنا من بيت حنينة في من لقاءهم بعد 50 سنة. السلام عليكم. سلامات، كيف حالك؟ أنا أبو ماهر جوز فحيل. وين مراد؟ جوز وليك كنا مشوار على عمان. يا عمان على طول. من أعمام زوجاتنا من بيت حنينة بعيد الضيل عن عمان في سوريا الزرقاء، يعني قبل عمان طريق الزرقاء بدك تروح، بدك تروح على عمان وبعدين على الزرقاء، لا بتقدر من الزرقاء بتيجي على إربد. فقلت لها مدام أبوش بدي أتأخر بدي أشرح أنت على الضيل. لا أنا بجوزي إذا كان أبو تخلي ثروتي واحد بيجي عمان هذا يوم يمك في عمان بخلي بودي السيارة عمان. أما ظليل لا، هذا أول لقاء منطقة ظليل لنسائبنا بعرفها من بيت حنينة تدر عمان ماشي وسكنوا سوريا من سنة 1960. هذا الدكتور أحمد ابن عمتها لزوجتي، ويعمل دكتور تخدير في مستشفى دبي، ومن سكان سوريا. تم ترتيب هذا اللقاء في إربد في منزل السيد محمد توفيق محمد حسين في إربد، وهذه بنت محمود جبر تاي ولدت في بيت حنينة ولدت في بيت حنينة وتربت في سوريا. أحسن أيوة هاي ضد الشمس. لا تم ترتيب هذا اللقاء مع برنامج خبرني يا طير من سوريا من الفضائية السورية. في 13/8/2005
هذا من نتائج الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وتشريد الأهالي. زياد توفيق محمد حسين ويعمل الآن في لندن مع قاصد سعيد، مع خاله قاصد والحج فتحي. اوكي، نكتفي بهذه اللقطات. الاجتماع الاقارب في اربد وفي منزل السيد ابو راشد محمد توفيق حسين في اربد.